السلام عليكم، شكرا لحوار بريس على الاستضافه. وبالمناسبه كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد لجميع الطاقم ديال حوار بريس والجمهور الكريم، وخاصه جمهور مدينه تفلت اللي عزيز علينا واللي ديما حنا كنتفكروا بالمسرحيه ديالنا والانتاجات الجديده. لابد اننا كندخلوا مدينه تفلت في الخريطه ديالنا. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه. شنو يمكن تقول لنا على المسرحيه ديال اليوم اللي قدمتوا؟ العرض القسم هو عرض هذه تقريبا سنه وحنا كنا في جوله بهذا العرض هذا، واللي الجوله ديالنا باقي ما انتهتش. هذا العرض اللي هو عرض يعني عرض رائع ويستحق المشاهده، عرض اللي هو فيه رسائل مهمه، عرض تحسيسي اللي كيناقش قضيه ديال الورث والمشاكل اللي كيتخبطوا فيها العائلات كثيره، واللي كيفرق عائلات وكيفرق اخوان، اللي كيكون السبب ديال التفرقه ديال العائله هو المشاكل ديال الورث. فاحنا كنطرحوا هذه القضيه وكنطرحوا هذا المشكل وكنطرحوا انه كاين حلول. الانسان اللي خصو يسول وخصو انه ما يخرجش المشاكل والعيب مع الاقرباء ديالو مع العائله ديالو. وكيظهر لي هذا مشكل اللي هو قائم هذه السنين وهو مطروح في البلد ديالنا. فكنتمنى انه هذه المسرحيه ان الرساله ديالها توصل وتعالج هذا المشكل هذا. يمكن تقول لنا الجمهور ديال مدينة تيفل؟ جمهور مدينة تيفل هو جمهور أنا أحبه وأعشقه، أنا ولد الإقليم، أنا ولد مدينة خبيسات. فالجمهور ديال تيفل هو جمهور رائع، جمهور ذواق، جمهور متتبع. وكما قلت في الأول، حنا ما يمكنناش ننتجوا واحد العمل جديد، عمل مسرحي، بدون التفكير في مدينة تيفل. فمدينة تيفل دائما عندنا في الخريطة ديالنا، واللي كيدفعنا أننا نجيو نعرضوا في تيفلت، وهي الجمهور ديالها الرائع والناس المسؤولين على هذه المدينة هذه. وأخص بالذكر السي عبد الصمد عرشان اللي كنشكروه بزاف، اللي فتحنا الأبواب ديالو لينا ولجميع فنانا في المدينة الوحيدة اللي كتستقبل عدد كبير ديال المسرحيات، فهي مدينة تيفلت. فكنشكروا السي عبد الصمد بزاف، والسي عبد الصمد صديق وغيبقى صديق، وكنتمناو له النجاح والتوفيق في العمل ديالو. ومن هذه المناسبه هذه كنشكروا، لانه مدينه تفلت انا كنشوفها كيفاش ولات كيفاش كانت. فهنيئا لكم بالصمد عشان، وهنيئا لمدينه تفلت بهذا السيد هذا، لانه كيفكر في هذه المدينه. وراكم كتشوفوا ان التطور كيفاش تولات المدينه. فكنشوفوا مدينه خميس لحداها، وانا جد متاسف لك المدينه اللي مدينتي انها ما كتبدلش ما كتغيرش ودائما كترجعوا لورا. فهنيئا لكم وهنيئا لكم وشكرا على الاستضافه.